الدهر قد رأى أياما، رأى يوم آدم، رأى يوم نجى الله نوحا، رأى يوم خليل الله إبراهيم، رأى يوم كليم الله موسى، رأى يوم كلمة الله عيسى بن مريم، رأى يوم جوهرة العالم وعصارة الخلقة، أي قلب عالم الوجود، خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الدهر رأى أيام 124 نبي، أولهم آدم وآخرهم الخاتم. رأى 124 ألف وصي، أولهم هبة الله وآخرهم أمير المؤمنين ويعصوب المسلمين. الدهر رأى كل هذه الأيام، أيام جميع الشهداء من البدو إلى الختم، أيام الصديقين من البدو إلى الختم. لكن ما هو محير للعقول هو أن حجة الله لسان الله، أي الذي وما ينطق عن الهوى يقول لا يوم كيومك. أنتم الحاضرين هنا بلا مجاملة، بعضكم أساتذة خارج الفقه والأصول، وبعضكم أساتذة السطوح العالية للفقه. يجب عليكم أن تفهموا هذه الأمور وتفهموه للآخرين. حينما يقول لا يوم كيومه، إنه يرى جميع الأيام ويرى جميع الأحداث ثم يقول لا يوم كيومه. هذا كان عمل من؟ ماذا فعل؟ يمكن إيجازه في كلمة: توحيد الله والمبدأ والمعاد، نبوة الأنبياء، وصاية الأوصياء، جميع الكتب السماوية كلها ممتنة لدماء سيد الشهداء، لهذا الدم كان هذا الأثر. يجب اليوم ذكر حديث ولو أن شرحه يتطلب طاقة كبيرة، لكن يجب على أهله أن يتدبروا بدقة فيه، لأن الأساس على الحكمة وجذر المعرفة يجب أن يكون حجة قطعية.